استجاب عبد الفتاح السيسي لنداء الشعب وكمل جميله وترشح لرئاسة مصر بتفويض من المجلس العسكري برتبة مشير، أرفع المراتب العسكرية في تاريخ الجمهورية، وعلى السيسي أن يسير على خريطة الطريق التي عدلها عدلي منصور أمس. الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية، وقبل نهاية شهر إبريل نيسان سيرحل الرئيس المؤقت ليحل مكانه الرئيس الدائم مدعوما من الجيش، ولكن من دون البدلة العسكرية. لم يشكل ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة مفاجأة سياسية لا في مصر ولا خارجها، لأن تسلسل الأحداث منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي كانت تشير إلى أن المشير عبد الفتاح السيسي سيستجيب لصوت الجماهير إذا ما فوضته لاستلام الرئاسة، كما فوضته من قبل لعزل مرسي ومحاربة الإرهاب. ففي السنة الثالثة للثورة يبدو أن مصر لا تزال تعيش في الثورة، فالإخوان تعهدوا تحويل القاهرة والمدن الأخرى إلى رابع العدوية طوال مدة الاحتفالات بثورة 25 يناير، وحددوا 11 من فبراير ذكرى الإطاحة بالرئيس حسني مبارك موعدا للإطاحة بالسيسي قبل انتخابه رئيسا. ويبدو أن الإخوان على استعداد لبذل المزيد من الدماء في الشوارع التي تحولت في ذكرى الثورة إلى ساحة حرب حقيقية أدت إلى مقتل أكثر من 50 شخصا وجرح العشرات واعتقال المئات. خيار الإخوان البقاء في الشارع سيربك السيسي ومن خلفه المجلس العسكري ويضعهما أمام خيارين، إما الحل العسكري أو البحث عن حلول سياسية. فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وأشارت أنباء إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات في 18 من فبراير المقبل، ومن شبه المؤكد أن يفوز المشير السيسي الذي تقدم باستقالته من منصبه كوزير للدفاع إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يحظى بشعبية جارفة منذ أن عزل الجيش الرئيس المنتخب السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. وجاء تفويض الجيش المصري للسيسي الترشح للرئاسة بعد ساعات قليلة من ترقيته من رتبة فريق أول إلى مشير. في الوقت نفسه أوضحت مصادر غربية في القاهرة أن هناك انطباعا بأن هذه الترقية للمشير السيسي وترشحه مجرد استكمال لمسار يتعلق بوضع السيسي في مكانة رفيعة وآمنة تماما قبيل إعلان ترشحه. وبحسب مصادر أوروبية فإن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا في 10 فبراير ببروكسل يشمل مراجعة الوضع في مصر وخاصة ما يتعلق بالمسار الديمقراطي. من جانبها توقعت تقارير غربية أن يشدد المشير عبد الفتاح السيسي قبضته على مصر في حال نجاحه شبه المضمون في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن إعلان السيسي ترشحه للرئاسة سيحدد بدون شك شكل البرلمان المقبل، مرجحة أن يتكون البرلمان من مجموعة من الأحزاب السياسية التي تتفق على القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية، ولا تستطيع أن تعارض قرارات السيسي تماما مثل ما يحدث الآن. وأعربت هذه التقارير عن خشيتها من أن تكون هذه الخطوة عودة إلى سياسة عهد مبارك التي تتركز فيها السلطة السياسية في يد رجل واحد.